الإسلامية مع حفظ ألقابكم جميعا، على رأسهم السيد البروفيسور صديق تاور، السيد عمر مانيس، الباشمهندس هاشم بن عوف، وكل الإخوة الحضور. قصدت ما أكتب حاجة لأنه ده ما وقت كتابة، لكن شعب حضارته 7000 سنة ويقدم المدهش والجميل في كل جيل وفي كل وقت منذ 7000 سنة. ماذا تتوقعون منه أن يفعل؟ لا تتوقعوا منه إلا أن يكون على قدر الحدث، وعلى أن يدهش كل العالم برغم الإمكانيات المتواضعة والمحدودة، لأن يقدم شيء جديد. تداعينا الآن كما تداعى أهلنا في كل بقاع السودان وخارج السودان، تداعوا جميعا للوقوف مع أهلهم ومع شعبهم العظيم. إننا اليوم جزء من سلسلة الإبداع الذي يبدعه الشعب السوداني في كل زمان. تداعينا جميعا، بدأنا كل في مكانه وكل في موقعه، بادرنا نحن كاتحاد أصحاب عمل، ولكننا لم نكن غير الترس صغير في هذه المكنة الكبيرة التي نسميها الشعب السوداني. شعب أدهش العالم بثورة عظيمة، وقدم خيرة أبنائه وفلذة أكباده فداءً له. لا نستغرب إذا قدم الكثير والكثير الآن. نحن نشكر، ومن نحن لنشكر، ولكن إنها كلمة حق لابد أن تقال. نشكر كل الجمعيات الوطنية والسودانية في داخل السودان، نشكر كل التحالفات، تحالف المنظمات السودانية بالخارج، وحقيقة هم أول من ابتدروا يعني التبرع بمبلغ كبير جدا جدا، كان اشتغلوهم على ناس إخواننا صدقات، وكمية لا يمكن أن تتخيلوا يعني الهم ذات درجة في كل عند كل السودانيين الموجودين في كل الدول بالخارج وأيضا بالداخل. هنالك يعني قصص جميلة سوف نرويها بإذنه تعالى عندما نتغلب على هذا العدو. في هذه الظروف ونحن في أبريل 2020 نواجه هذه الجائحة العظيمة، نستذكر في مخيلتنا أبريل 2019، الثورة المجيدة التي نحن اليوم في ذكرى السنة الأولى لنجاح الثورة في إسقاط النظام البائد، ونستصحب أيضا في واقعنا اليوم مجموعة الوزراء الشباب الذين رأينا منهم كل الجهد وكل العطاء، لم يتوانوا بمختلف تخصصاتهم ليقدموا كل شيء من شأنه أن يساعد في حماية إنسان هذا الوطن الجميل. بكل التحية والتقدير فليتقدم السيد وزير الدولة بالبنى التحتية وعضو اللجنة العليا للطوارئ الباش مهندس هاشم بن عوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المنصة السودانية لمواجهة كورونا الآن في أسبوعها تقريبا الرابع، وهي تعمل بجد وتعاون كبير جدا، تتلقى فيه الكرم والشهامة والمروءة السودانية المعروفة، وتتضافر فيها الجهود من المبادرات المختلفة، وليان الأحياء نساء ورجالا وأطفالا كلهم على قلب واحد حتى يتصدوا لهذا العدو. تتوالى الأيام ويتعاظم
الفيروس قليلاً قليلاً، وللذين لم يستشعروا خطره بالأمس باتوا اليوم يستشعرونه. فأريد أن أقول أن هناك جمع في هذا المكان ربطوا على أنفسهم أنهم سيواجهوا هذا العدو، وعلموا من البداية أنه لا بد لنا من وضع كل الاحتياطات، وعلموا أن نتناسى أي شيء في مواجهته. ومن خلفيتي في كلية الهندسة كان دائما الصراع بين هندسة وطب، هنا أراهم يعملون سويا في سلاسة. ومن عملي كان المهندسون استشاريون ومقاولون يختلفون دوما، وأنا أراهم هنا يعملون سويا. نرى الذين فتح الله لهم بالرزق يتقدمون، والذين فتح الله لهم بالعلم يتقدمون. أرى عمالا يعملون معنا في صيانة الدور لتأهيلها لأن تكون عزلا أو إيواء. أرى المغتربون يتقدمون بأموالهم لا يخافون فقرا، ويساهمون بالمعدات الطبية واللوازم. أراهم في كل مكان يعملون بجد، والباب الآن مفتوح للجهود الشعبية والأكاديمية والمهنية والعلمية وكل المبادرات. هذا الوقت الذي لا خيار فيه إلا للعمل للتصدي، لا وقت لأي أجندة سياسية ولا لأجندة لتخزيل. قدام بس، الناس تمشي لقدام في مواجهة هذا الشيء، وتتقدم وبسرعة، ولا تنظر إلى أي انشغالات، فقط إضافات إيجابية هو ما نريده. وكل في مكانه يعمل لتقدم هذا العمل حتى يكتمل، وما ننفقه اليوم لتجهيز الأماكن سيبقى إلى ما بعد الكورونا سنداً لنا عينياً موجوداً ونستفيد منه. ونسأل الله في نهاية المطاف أن نقول رب ضارة نافعة، وأن ننتصر على هذا الشبح ونكون من الفائزين بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر وأسأل الله أن يرحمكم. كل عام وللوطن حلم التعافي وأمنيات الصعود، ولنا يقين الصبر والصمود. ممثلاً عن مجلس الوزراء السيد وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء الأستاذ عمر مانيس، فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعوداً حميداً إلى مفقودينا، والدعاء لاستكمل شفاء جرحانا. إخوة الأخ تاو عضو مجلس السيادة، الإخوة في المنصة، والمبادرات العديدة التي تنضوي تحت المنصة، الأخ هاشم نيابة عن الأخ الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أحييكم. ونحن في الذكرى الأولى لانتصار ثورتنا العظيمة، تنقلنا المنصة السودانية لمواجهة جائحة الكورونا إلى أبريل، كما ذكر الأخ، أبريل 2019، إلى أجواء الاعتصام التي تجسدت فيها قيم الثورة السودانية التي رسمها الشباب، شهداء الكنداكات، أبطال الشوارع، وكل مكونات شعبنا العظيم. تأمن عندك خط، ما عندك شيل، تجسيد حقيقي لقيم السودانية الأصيلة في التضافر والتعاضد وروح النفير. المجتمعات التي لديها مقومات
الحياة، الشعوب التي لديها مقومات التقدم هي تلك التي يتقدم فيها المجتمع على باقي الدولة. ومبادرة المنصة كما الثورة السودانية هي مؤشر قوي لذلك، حيث أن العالم يتحدث والنظريات السياسية والاقتصادية تتحدث في أدبياتها عن الرأسمالية الوطنية، نحن نقول الرأسمالية الثورية. هذه الشراكة بين مختلف مكونات الشعب، انظروا إلى هذه المنصة التي ولدت بكامل أسنانها منذ وصول أول فوج من بصات قادمة من مصر. إخوة اتحاد أصحاب العمل كافة شركائهم انخرطوا مع كل مكونات الحكومة الانتقالية يدا بيد لمواجهة هذا. الآن هذه المنصة كل امتداداتها حوالي 500 منظمة شبابية مهنية في مختلف المجالات يحفرون الصخرة ليخرجوا لنا أجهزة التنفس، يخرجون الصخرة ليخرجوا لنا أكشاك التعقيم حنبنيه. مبروك إخوتي الأعزاء، هذه الروح تؤكد مرة أخرى بأن الثورة السودانية لا ولن تكون حدثا. الثورة السودانية المجيدة هي ثورة مستمرة ومنتصرة بإذن الله. شكرا للسيد عمر مانيس رئيس مجلس شؤون الوزراء. قبل الختام أو قبل الكلمة الختامية، ننوه أن المنصة السودانية لمواجهة كورونا هي منصة حملت على عاتقها كل الممكن وبعضا من المستحيل للتنسيق ما بين كل المبادرات الموجودة في كل أنحاء السودان لمكافحة ومواجهة هذا الوباء. أبوابنا مفتوحة، نهتم جدا بكل الشرائح التي من شأنها أن تقدم ولو قليلا من أجل هذا الشعب العظيم من أجل اجتياز هذه الجائحة. ولسان حالنا يقول يا شعبا لهبك ثوريتك، أنت تلقى مرادك والفينيتك. عن اللجنة العليا للطوارئ عضو المجلس السيادي فليتقدم مشكورا بروفيسور صديق تاور. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، إخوة الوزراء، إخوة القائمين على المنصة السودانية لتصدي لجائحة كورونا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل عام من الآن كان شعارنا في كل المدن السودانية من الجنينة إلى بورسودان إلى توكر، من حلفة إلى جنوب السودان إلى النيل الأزرق، كان شعارنا السودان بدون كيزان، وقد نجحنا في تحقيق هذا الشعار الذي كان في ذلك الوقت صعبا وأشبه بالمستحيل أمام ترسانات القهر والتكميم والمطاردات والملاحقات كذا، ولكن بإرادة كل السودانيين والسودانيات بهمتهم وبتضحياتهم الكبيرة بأرتال الشهداء الجرحى المعتقلين المفقودين المفصولين تعسفيا، بكل هذه الهمة الكبيرة استطعنا أن نغير المشهد تماما في صورة كلكم كنتم صناعها. واليوم أيضا
يرتفع نفس الشعار سودان بدون كورونا، وأعتقد بنفس الهمة وبنفس الإرادة وبنفس الروح السودانية وبنفس القيم والنخوة قادرين أيضاً على أن نجعل هذا الشعار واقعاً. التصدي لجائحة كورونا في السودان هو عمل ليس عمل روتيني مثل التصدي لهذه الجائحة في مناطق في بقية المناطق العالم، على الرغم مما نشاهده يومياً ونطلع عليه من تفاصيل ونماذج، ولكن التصدي في السودان أولاً لموقع السودان الجغرافي في قلب القارة الأفريقية كمنطقة عبور، منطقة تقاطعات، منطقة انتقال كثيف، وبالتالي مع مقروءا مع التوقعات والتحديات التي تصدر من المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الصحة العالمية، والتي تتنبأ بأن تصل حصيلة الوفيات في القارة الأفريقية إلى ما يزيد عن 3.25 مليون، فهذا يجعل الأمر بالنسبة للسودان هو تحدي كبير وأهمية للعالم وليس فقط للسودان أو للقارة الأفريقية. أيضاً مع ظروف السودان الحالية من ناحية وجود مراكز تجمعات خاصة في المناطق والأقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات، سواء في هذه الأقاليم أو في أطراف المدن الكبيرة، وجود مناطق كثافة سكانية بطريقة تساعد على انتشار الأوبئة والأمراض، وهذا كان واحد من التحديات الكبيرة أساساً للإخوة في وزارة الصحة والعاملين في الحقل الصحي، وهم يتلمسون الطريق لترميم النظام الصحي السوداني الذي تعرض للتخريب ممنهج ومتعمد ومقصود لثلاثة عقود مستمرة، يتلمسون الطريق في استعادة المستشفيات الحكومية، محاولة يعني الحصول على معدات وتجهيزات مواكبة، تهيئة الظروف للكوادر الطبية العاملة في الحقل الطبي وخلافه، هم يتلمسون ذلك ويجمعون في الإحصاءات إذا بنا نفاجأ بهذه الجائحة الكبيرة. وبالتالي الجيش الأبيض وهو في هذه الجائحة يتصدى لمحنة كبيرة جدا ينوب عن كل السودانيين في هذه المحنة بأدوات ومعينات نكاد نقول إنها صفرية ولا يمتلكون إلا الإرادة والمعرفة العلمية فقط، ولكن كل المعينات المادية وغيره تعرضت إلى تخريب كبير وكامل طيلة العقود الثلاثة كما ندرك جميعا، وهذا أيضا يمثل مؤشر لتحديات كبيرة ويحملنا مسؤولية أكبر في أن ندعم هذا الجيش بمساعدته بكل ما يمكن أن نقدمه له، ابتداء من توفير المعينات، استنهاض الهمم والقدرات، تجهيزات الإيواء، وأيضاً المشاركة في توعية المجتمع بضرورة التجاوب والاستجابة لموجهات وزارة الصحة والكوادر الطبية العاملة ومعاونتهم. ورغم هذا المشهد الذي يبدو صعباً ومعقداً، ولكن ليس غريباً على السودانيين أن تظهر مثل هذه المنصة، وهي بدأت بتداعي لإخوة كرام من العاملين في القطاع الخاص
واستنفر همتهم في القطاع الخاص، في قطاع الاتصالات، في غيره، وقدموا نموذج لقيم النفير وقيم المروءة وقيم التضامن السوداني التلقائي المعروف في كل بقاع السودان. وبالتالي هذا استنفر الآخرين من منظمات، من اتحادات، وإلى أن وصلنا إلى هذه المنصة الكبيرة، وبالتالي هي واحدة من البوابات الرئيسية في تلقي الدعم وفي رسم الخريطة التوزيع الاحتياجات، سواء العينية من أدوية، من واقيات ألبسة، من غير، أو المادية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية، ونجحت إلى الآن في القيام بالكثير، وهم يعني يقومون بها باستنفار أنفسهم طوال اليوم على مدار الساعة، ل 24 ساعة في اليوم هم حاضرون، يعملون بهمة بصبر، لا يشتكون أبدا ولا يملون، وكل همهم أن يساهموا بكل ما يستطيعوا في يعني توقية البلاد والشعب السوداني هذه المحنة الكبيرة التي هزت بلدان كبيرة في العالم كما تعلمون جميعا. هذه المنصة في تقديري سوف لن تتوقف وتنتهي بانتهاء هذه الجائحة إن شاء الله إذا عبرت بسلام، ولكن لأنه الجائحة نفسها سوف تكون لها تداعيات كبيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على كثير من المجالات، وبالتالي ستظل هذه المنصة ضرورية ومستمرة إلى ما بعد انحسار هذه الجائحة، وهي تعبير عن طبيعة السودانيين، حقيقة الشخصية السودانية، يعني تزرع فينا دائما الثقة في أننا كسودانيين أقوى ببعض، أجمل ببعض، وأقدر مع بعض على تخطي أي عقبة أمامنا، رغم التحديات ورغم بعض بؤر الخراب والتخريب هنا وهناك التي تحاول أن تستثمر في الأزمات. في مثل هذه الظروف هناك من يحرق القمح في مشروع الجزيرة، هناك من يعلي الأسعار ويخفي المواد، وهناك من يتلاعب حتى في الأدوية ووفرتها ويخلق الندرة فيها، وهناك من يبث الشائعات ويحاول أن يربك حتى المواطنين، وهناك من يخفي الدقيق والخبز وخلافه، ولكن تظل هذه حالات ضرورية لتذكرنا بأن الثورة السودانية رغم الإنجازات الكبيرة ولكن لا تزال في منتصف الطريق، ولا يزال هناك من يتربص بالشعب السوداني وبالسودان ومن ينتوي للسودان الخراب، وبالتالي يجعلنا أن نكون صاحين باستمرار وأن نكون على استعداد لحماية هذه المنجزات التي لم تكن يعني المنال بالنسبة لها لم يكن بهذه السهولة حتى يتم التفريط فيها أيضا. مرة أخرى شاكرين لكل هذه الهمة التي يعني تزرع فينا الثقة والأمل وتشعرنا بأننا لسنا وحدنا في المسؤولية، وإنما كلنا حملة مسؤولية، وبهذا يكون لدينا الثقة في أن نعبر إلى الأمام. هذه المحنة وهذا العمل في هذه الجائحة، آسف للإطالة، لكن كشفت لنا أن السودان بخير، الشعب السوداني بخير، بشبابه الذي يعمل بهمة ليل نهار، بشاباته، بلجان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بقوات المسلحة، بقوات الشرطة التي تعمل على ضبط المعابر وتنفيذ الموجهات بشكل كامل، قوات المسلحة التي تعمل مع لجان المقاومة لإيصال المعينات في أطراف المدن وهكذا، وهي تعيد أيضا هذه الجائحة تعيد ترتيب الصفوف بالشكل الذي يعني يرتب
خطواتنا وإيقاع خطواتنا في الاتجاه السليم. حمى الله البلاد والعباد من هذه الجائحة، وإن شاء الله في قادمات الأيام ننتقل إلى صفحة جديدة من البناء والإعمار إن شاء الله. شكرا جزيلا.